بودكاست صوت. كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيها الملك السعيد أن حسن بدر الدين وجد نفسه عند سور دمشق المشيد، لا يعلم من هو ولا من حيث جاء، فتبناه صاحب دكان طباخ ليس له أبناء، فعاش أعواماً هناك في رغد وهناء. وأما عروسه ست الحسن فقد وجد أبوها الوزير عندها متاع حسن ونقود التاجر البغدادي والعقود التي كتبوها، ووجد رسالة أخيه المرحوم فعلم أنه جرى القدر المحتوم. وكانت ست الحسن قد حملت من حسن بدر الدين وأنجبت ولداً لم يرى أجمل منه في العالمين، وعايره الأولاد بأبيه المختفي وسخروا منه، فأخبر أمه وجده فأقسموا أن يسافروا بحثاً عنه، فتوقفوا ليستريحوا في دمشق، فدخل الفتى ليرى السوق فتاه، فساقه القدر كي يجد أباه. فلما وقف عجيب أمام دكان أبيه ووقف معه الخادم، نظر حسن بدر الدين إلى ولده فأعجبه وحن إليه فؤاده وتعلق به قلبه، وكان قد طبخ حب رمان باللوز والسكر فقدمه إليه فأكلاه. آنستمانا يا سيدي، كلا هنيئا مريئا. اقعد وكل معنا يا عم، لعل الله يجمعنا بوالدي، وقد خرجت أنا وجدي نبحث عنه في البلاد. فأكلوا جميعا إلى أن اكتفوا، ثم قام عجيب وخادمه وخرجا من دكان حسن بدر الدين، فأحس حسن أن روحه فارقت جسده وغادرت معهما، فلم يستطع أن يصبر فأقفل الدكان وتبعهما وهو لا يعلم أن عجيب ولده، وأسرع في مشيه حتى لحقهما قبل أن يخرجا من باب المدينة. فالتفت الخادم وسأله عن سبب لحاقه بهما، فقال له حسن بدر الدين إن عنده أمراً يقضيه خارج المدينة. فغضب الخادم وقال لعجيب إن هذه أكلة مشؤومة وها هو الطباخ يتبعنا. فالتفت عجيب فرأى الطباخ فاغتاظ واحمر وجهه. دعه يمشي في طريق المسلمين، فإذا خرجنا إلى خيامنا وخرج معنا عرفنا أنه يتبعنا حقا فنطرده. ثم مشى عجيب والخادم وراءه، فتبعهما حسن بدر الدين إلى موضع خيام الوزير، فالتفتا ورأياه خلفهما، فغضب عجيب وخاف أن يخبر الخادم جده، فازداد غضباً فأخذ حجراً وضرب به والده، فوقع الحجر على جبينه فبطحه، فوقع حسن بدر الدين مغشياً عليه وسال الدم على وجهه، وسار عجيب هو والخادم إلى الخيام. وأما حسن بدر الدين فإنه لما أفاق مسح دمه وقطع قطعة من عمامته وعصب بها رأسه ولام نفسه. أنا ظلمت الصبي عندما أغلقت دكاني وتبعته، حتى ظن أني سارق أو محتال. ثم رجع حسن بدر الدين إلى الدكان واشتغل ببيع طعامه. وأما عمه الوزير شمس الدين الذي كان قد وضع رحاله في دمشق ليرتاح ويملأ المؤن قبل أن يكمل طريقه إلى البصرة، فإنه أقام في دمشق 3 أيام ثم رحل حتى وصل إلى مدينة البصرة فدخلها، فلما استقر فيها دخل إلى سلطانها واجتمع به، فأكرمه السلطان وأخبره أن زوجة أخيه ما زالت حية وهي تعيش في بيت أبيها. فلما سمع الوزير شمس الدين ذلك من السلطان فرح وطلب أن يجتمع بها، فأذن له السلطان
وأمر بأخذه إليها، فلما وصل إلى مسكنها سمع بكاءها، وكانت في مدة غيبة ولدها حسن بدر الدين قد لزمت البكاء والنحيب ليلاً نهاراً. فلما طالت عليها المدة صنعت لولدها قبراً من الرخام في وسط القاعة، وصارت تبكي عليه ليلاً نهاراً ولا تنام إلا عند ذلك القبر. فدخل الوزير شمس الدين عليها وسلم وأعلمها أنه أخو زوجها، أخبرها بما جرى وحكى لها القصة، وأن ابنها تزوج ببنته ثم اختفى، وأن ابنته حملت وولدت ولداً وسمته عجيب. ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب ليحضره، فلما حضر قامت له جدته وعانقته وبكت، فقال لها شمس الدين أن تجهز نفسها للسفر معهم إلى ديار مصر، عسى الله أن يجمع شملهم وشمل حسن. فقالت سمعاً وطاعة، فنهضت وجمعت جميع أمتعتها وتجهزت في الحال. ثم طلع الوزير شمس الدين إلى سلطان البصرة وودعه، فبعث معه هدايا وتحفاً إلى سلطان مصر، وسافر الوزير وزوجة أخيه ولم يزل سائراً حتى وصل إلى مدينة دمشق، فنزل خارج المدينة ونصب الخيام وأخبر من معه أنهم سيقيمون بدمشق أسبوعاً كي يشتروا للسلطان الهدايا والتحف. ودخل عجيب على جدته أم والده حسن بدر الدين، فقبلته وتذكرت حسن بدر الدين، فقامت وقدمت له صينية من حب الرمان، وقالت للخادم أن يأكل معهم، فأخذ عجيب لقمة وأكلها، فوجده قليل الحلاوة، وكان قد ذاق حلاوته في دكان أبيه، فضجر وتذمر: ما هذا الطعام الرديء؟ فقالت جدته: يا ولدي، أتعيب طعامي وأنا طبخته؟ وكانت هذه أكلة أبيك المفضلة؟ لقد رأينا في المدينة طباخاً يطبخ الرمان، وكانت رائحته تأسر القلب وطعمه يذهل النفس. فلما سمعت جدته كلامه اغتاظت غيظاً شديداً، ونظرت إلى الخادم وقالت: ويلك، أنت أفسدت ولدي لأنك دخلت به إلى دكاكين الطباخين. فخاف الخادم وأنكر: والله لقد دخلنا وأكلنا، وهو أحسن من طعامك. فقامت جدته وأخبرت أخا زوجها الوزير شمس الدين وحرضته على الخادم، فحضر الخادم أمام الوزير: لما دخلت بولدي دكان الطباخ؟ فخاف الخادم وأنكر، لكن عجيب أصر: بل دخلنا وأكلنا من حب الرمان حتى شبعنا، وسقانا الطباخ شراباً بالثلج والسكر. فغضبت أم حسن بدر الدين وقالت: لا بد أن تذهب إلى هذا الطباخ وتجيء لنا بصحن من حب الرمان من الذي عنده، وتريه لسيدك حتى يقول أيهما أحسن وأطيب. ثم أعطت الخادم نصف دينار، فمضى الخادم حتى وصل إلى الدكان، وقال لحسن بدر الدين إن القوم تراهنوا على جودة أكله، ويجب أن يتقن طبخته، وإلا ضرب الخادم بسببه. فضحك حسن بدر الدين: والله إن هذا الطعام لا يحسن إعداده في البلاد أحد غيري، وأظن أن والدتي هي من علمتني إياه، وإن كنت لا أذكر من هي ولا أعلم في أي البلاد هي، فلا تخف. ثم إنه أخذ الصحن وملأه وختمه بالمسك وماء الورد، فأخذه الخادم وأسرع به حتى وصل إليهم، فأخذته والدة حسن وأكلت منه وذاقت حسن طعمه، فصرخت ثم وقعت مغشياً عليها، فذعر الوزير من ذلك، ثم رشوا عليها ماء الورد فأفاقت وقالت: إن كان ولدي في الدنيا فما طبخ حب الرمان هذا إلا هو، فهذا طبخ ولدي حسن بدر الدين لا شك ولا محالة، لأني أنا علمته هذه الطبخة. فلما سمع الوزير كلامها فرح فرحاً شديداً،
لكنه فكر لوهلة ثم قال: ولكن إن كان الطباخ هو ابن أخي حسن بدر الدين، فلما قعدوه هنا في دمشق كل هذه الأعوام؟ ولما لم يعد إلى أمه في البصرة أو إلى زوجته في مصر؟ عندها نطق الخادم وأخبرهم بما قاله حسن عن أمه وأنه لا يتذكر من هي. ففكر الوزير في قول الخادم ثم قام وصاح على الرجال الذين معه وقال: يمضي منكم 20 رجلا إلى دكان الطباخ ويهدمون الدكان ويكتفون الطباخ ويجرونه غصبا إلى هنا من دون أن يؤذوه. ثم إن الوزير ركب إلى دار الحاكم ليستأذنه في الخروج من البصرة، ثم عاد إلى خيامه فوجد رجاله قد فعلوا ما أمرهم به، وحسن بدر الدين مكتف بينهم يقول في نفسه: يا ترى ماذا رأوا في حب الرمان حتى فعلوا بي هكذا؟ فلما دخل الوزير الخيام طلب إحضار الطباخ فأحضروه مكتفا، فلما نظر حسن بدر الدين إلى عمه بكى بكاء شديدا: يا مولاي، ما ذنبي عندكم؟ أأنت الذي طبخت حب الرمان؟ نعم يا سيدي، فهل وجدتم فيه شيئا يوجب ضرب الرقبة؟ هذا أقل جزاء تستحقه. ثم إن الوزير صرخ على الغلمان، أمرهم بشد الرحال وتحضير الجمال، فأخذوا حسن بدر الدين معهم وأدخلوه في صندوق وأقفلوا عليه وساروا، ولم يزالوا سائرين. وكلما توقفوا ليبيتوا أخرجوا حسن من الصندوق وأطعموه، ثم أعادوه إلى الصندوق إلى أن وصلوا إلى مصر. فأمر الوزير بإخراج حسن بدر الدين من الصندوق: إنك قد أسأت إلينا وإلى أهل بيتنا عندما أسأت طبخ الرمان، وغدا سنضرب عنقك عقابا لك ولنجعلك عبرة لمن يعتبر. ثم أعاده إلى الصندوق وصبر عليه حتى نام، فقام وأخذ الصندوق ودخل المدينة وسار إلى أن دخل بيته، ثم قال لابنته ست الحسن: الحمد لله الذي جمع شملك بابن عمك، قومي وافرشي البيت مثل ما كان ليلة عرسك. فأمرت الخادمات بذلك، فقمن وأوقدن الشموع. وقد أخرج الوزير الورقة التي كتب فيها وصف أمتعة البيت وأماكنها، ثم قرأها وأمر أن يضعوا كل شيء في مكانه، حتى إذا رآها أحد ظن أنها ليلة العرس نفسها. ثم إن الوزير أمر أن توضع عمامة حسن بدر الدين في مكانها، وكذلك السروال وكيس النقود. ثم أمر الوزير ابنته أن تزين نفسها كما كانت ليلة عرسها وتدخل المخدع. إذا دخل عليك ابن عمك تظاهري أنك كنت بانتظاره، ودعيه يجلس عندك وتحدثي معه كأنك ما زلت في صباح ليلة عرسك. ثم إن الوزير أخرج بدر الدين من الصندوق بعد أن فك القيد من رجليه وخلع ما عليه من الثياب وتركه بقميص النوم. كل هذا وهو نائم لا يشعر بشيء. فلما استيقظ حسن بدر الدين من النوم وجد نفسه في بيت الراحة. هل أنا في أضغاث أحلام أم في اليقظة؟ ثم قام بدر الدين فخرج من بيت الراحة ومشى قليلاً، فإذا هو في حجرة العروس ورأى المخدع والسرير ورأى عمامته وحوائجه، فلما رأى ذلك بهت وتعجب. والله إن هذا لمكان العروس التي تزوجت بها، ولكنني كنت في صندوق. فبينما هو يخاطب نفسه وإذا بست الحسن رفعت طرف الناموسية وقالت له: يا سيدي، أما تدخل؟ فإنك أبطأت علي في بيت الراحة. فلما سمع كلامها ونظر إلى وجهها ضحك ولم يعلم أيهما اليقظة وأيهما الحلم، ثم دخل وتنهد وتفكر فيما جرى له وتحير في أمره. فلما رأى عمامته وسرواله والكيس الذي فيه 1000 دينار تذكر كل شيء،
فعند ذلك قالت له ست الحسن: ما لي أراك متعجباً متحيراً؟ كم مرة من عام وأنا غائب عنك؟ فقالت له: سلامتك، سمي الله، إنما خرجت إلى بيت الراحة لتقضي حاجتك وترجع، فعن أي شيء تتحدث؟ فلما سمع بدر الدين ذلك ضحك: صدقت، ولكنني لما خرجت من عندك غلبني النوم في بيت الراحة، فحلمت أنني كنت طباخاً في دمشق وأقمت بها 10 سنين، وكأنه جاءني صغير من أولاد الأكابر ومعه خادم. ثم مسح حسن بدر الدين بيده على جبينه فوجد أثر الضرب عليه، فقال: تعلق قلبي بذلك الفتى فلحقته فرماني بحجر على جبيني. ثم سكت لوهلة وقال: وكأني رأيت في المنام أني طبخت حب رمان فلم أتقن طبخه، فأرادوا ضرب عنقي. فضحكت ست الحسن وضمته إليها، ثم أمرت له بطعام ونادت أباها، فدخل عليه عمه الوزير شمس الدين فسلم عليه، فنظر له حسن بدر الدين وقال: بالله عليك، ألست أنت الذي أمرت بتكتيفي وتخريب دكاني من أجل حب الرمان الذي لم يعجبك؟ فضحك الوزير وقال: أعلم يا ولدي أنه ظهر الحق وبان، فأنت ابن أخي وزوج ابنتي، وما فعلت ذلك إلا لأن الخادم أخبرنا أنك لا تذكر من أنت أو من حيث أتيت، فأردت أن أرعبك ثم أريك حجرة عروسك كما كانت ليلة عرسك، لعل ذاكرتك تعود إليك. فخر حسن بدر الدين على الأرض يبكي: ويلي، لقد تركت أمي وحيدة في البصرة بعد وفاة أبي. لا تخف يا ولدي، فإني جئت بها معي من البصرة. فلما سمع حسن بدر الدين كلام عمه فرح وعانق عمه وبكى من شدة الفرح، ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب، فلما رآه حسن بدر الدين أخبره الوزير أنه ابنه فاحتضنه، ثم دخلت عليهم والدته واحتضنهما الاثنين، فبكوا جميعا، ثم إن والدته حكت له جميع ما وقع لها بعده، وحكى لها جميع ما قاساه هو، فشكروا الله على جمع شملهم. ثم إن الوزير طلع إلى السلطان وأخبره بما جرى له، فتعجب وأمر أن يؤرخ ذلك في السجلات ليكون حكاية على مر الأوقات. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.